يعني الواحد يموت إنه في بيته، مش يموت برا، إنه يموت في بيته. أصبحت حياتنا صعبة، وجود الماء صعب، كهرباء لا يوجد، يعني زي ما بيقولوا باللزق حانة تلزيق في هالمعيشة وفي الحياة، حتى يعني نعيش ابنائنا أولادنا ونسائنا في هذا الدمار الشامل. موجود على الأطفال وعلى الأبناء، لكن يعني زي ما بيقولوا إشي أهون من إشي أو إشي أحسن من إشي. أحسن ما يروحوا في المدارس مكتظة بالناس والأمراض والأوبئة.